دعاؤه عليه السلام لدفع الأعداء والحفظ من شرهم وبأسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من سبق علمه ونفذ حكمه، صل على محمد وآله، وأزل حلمك عن ظالمي، وبادره بالنقمة، وعاجله بالاستئصال، وكبه لمنخره، وأغصصه بريقه، واردد كيده في نحره، وحل بيني وبينه بشغل شاغل وسقم دائم، واسلبه روح الراحة، واشدد عليه الوطأة، وخذه بالمخنق، وحرجه في صدره، ولا تثبت له قدما، ونكله واجتثه، واستأصله وجبه، وأنزع لباس نعمتك عنه، وألبسه الصغار، واجعل عقباه النار بعد محو آثاره وسلب قراره، وأسكنه دار بواره. اللهم بادر، اللهم بادر، اللهم عجل، اللهم عجله ولا تعجل، اللهم خذه، اللهم خذه، اللهم اسلبه التوفيق، اللهم اسلبه التوفيق، اللهم لا تنهنه، اللهم لا تؤخر، اللهم عليك به، اللهم اشدد قبضتك عليه، وبك اعتصمت عليه، وبك استجرت منه، وبك تواريت عنه، وبك استكفيت دونه، وبك استترت من ضرائه. اللهم احرسني بحراستك منه ومن عداوتك، واكفني بكفايتك كيده وكيد بغاتك. اللهم احفظني بحفظ الإيمان، وأسبل علي سترك الذي سترت به رسلك عن الطواغيت، وحصني بحصنك الذي وقيتهم به من الجوابيت. اللهم أيدني منك بنصر لا ينفك، وعزيمة صدق لا تختل، وجللني بنورك، واجعلني متدرعا بدرعك الواقية، واكلاني بكلاءتك الوافية، إنك واسع لما تشاء، وولي من لك توالى، وناصر من إليك آوى، وعون من بك استعدى، وكافي من بك استكفى، فإنك العزيز الذي لا يمانع عما يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبي عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.